نشرة الأخبار من قناة نبأ، والبداية بأبرز العناوين. ميليشيات الكرامة تواصل القصف على أحياء وسط البلاد بدرنا وتستهدف الأحياء السكنية بالمدفعية. الإفراج عن جميع المحتجزين بين زنتان ورمشاشة عقب اتفاق مصالحة بين الطرفين. وفاة حاج لبيان بالأراضي المقدسة وبعثة الحاج تنفي ترحيل السعودية للحجيج دون مشرفين. أهلا بكم. أفادت مصادر محلية باستمرار قصف ميليشيات الكرامة على أحياء وسط البلاد، وأوضحت المصادر أن ميليشيات الكرامة تقصف الأحياء السكنية بمدافع الهاون والدبابات من الجبال المطلة على المدينة. هذا وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أعمال القصف على تلك المناطق. هذا وتعاني المستشفيات في درنا من الاعتداءات المتكررة لميليشيات الكرامة على العناصر الطبية، والتي طالتهم الاعتقالات والحجز والاعتداء داخل المستشفيات وخارجها. انتهاكات وقصف متواصل طال كافة مناحي الحياة. لم يقف الدمار عند المنازل والمصانع والشوارع، بل امتد ليشمل المشافي أيضا. ثلاث مستشفيات تقدم الخدمات للأهالي تعرضت لاعتداءات كثيرة، كان أبرزها ما حدث لمستشفى الهريش الذي استهدف بالقذائف مرات عدة عقب دخول ميليشيات الكرامة المدينة. لم تكن الكوادر الطبية بمنأى عن نيران الميليشيات، بل حتى مديرو المستشفيات وقعوا في دائرة الاستهداف لتعتقل ميليشيات الكرامة مدير العيادات المجمعة بشيحة عبد الغني الشاعري. يأتي ذلك بالتزامن مع اختطاف ميليشيات من منطقة عين مارة مدير المستشفى وليد الطرابلسي بعد الاعتداء عليه بالضرب. استهداف الأطقم الطبية خلف أزمة حقيقية في ظل نقص الإمكانيات والعلاج في المدينة التي تتعرض للقصف المتواصل منذ ما يزيد عن 3 أشهر. رغم منع إدخال السلاح إلى المستشفيات، إلا أن عناصر الميليشيات كانوا فوق تلك القرارات ليقتحموا المشافي وغرف العمليات مرات عدة وهم مدججون بسلاحهم، ما تسبب في حالة من الرعب لدى المرضى. فوضى الميليشيات أنشأها خليفة حفتر في درنة أسوة ببنغازي وقنفودة ترتكب فيها الجرائم وتدفن، فلا سلطة هنا تعلو على صوت الميليشيات وأسلحتهم. أكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة براك الشاطي التمتهم البوسيفي الإفراج عن جميع المحتجزين من مدينتي الزنتان ورمشاشية عقب توصل لاتفاق مصالحة بين الطرفين. وقال البوسيفي للنبأ إن الطرفين اتفقا أيضا على إحالة القضية الخلافية الأخيرة إلى النائب العام للفصل فيها، مشيرا إلى أن المدينتين وافقتا أيضا على إجراء لقاء مباشر لبحث جميع القضايا الخلافية بين هما. هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة براك الشاطي موافقة جميع الأطراف على توقيع ميثاق شرف للتعايش السلمي وحسن الجوار يجمع قبائل الجبل وقبائل الشوارف. قال أحمد المسماري المتحدث باسم آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر إن ليبيا تحتاج تدخلا روسيا لإنقاذها. المسماري وفي تصريح لوكالة سبوتنغ الروسية أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وتحتاج حليفا قويا كروسيا، موضحا أن حفتر يسعى دائما لتطوير وتقوية العلاقات العسكرية مع موسكو وفق قوله.
هذا ونقل المسماري عن أمر ميليشيات الكهرباء خليفة حفتر مطالبته موسكو بلعب دور بارز في إبعاد من أسماهم دخلاء على السياسة بحسب تعبيره. أفادت مصادر صحفية إيطالية باتفاق روما والقاهرة على عقد اجتماعات دورية على مستوى كبار المسؤولين في البلدين تحضيرا للمؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه إيطاليا. وبحسب ما أوردت وكالة أكي فإن إشراك مصر في التنسيق بشأن ليبيا كان أمرا متوقع نظرا للاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبين لهذا الملف، لافتة إلى أن المسألة كانت على طاولة لقاءات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سيلفيني ووزير الخارجية إنزو ميلانيزي خلال زيارتهما للقاهرة. وتوقعت المصادر أن ينعقد المؤتمر الذي لم يحدد له موعد رسمي بعد في روما خلال شهر نوفمبر القادم. جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تأكيده على الخارطة السياسية المتمثلة في الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى الانتخابات. ودعا المشري خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة الهولندية لدى ليبيا دعا المجتمع الدولي إلى دعم ما أسماها الأجسام الشرعية بليبيا وإنهاء التعامل مع الأجسام الموازية. من جهتها أكدت القائمة بأعمال السفارة الهولندية دعم بلادها لمساعي الحوار السياسي من أجل الوصول إلى توافقات تنهي الانقسام السياسي بالبلاد. أبدى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية المصري سماح شكري، حيث أكد مستشار الأمن القومي للقاهرة رؤية واشنطن تجاه الملف الليبي والتي تنص على حل الأزمة الليبية سياسيا. وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نظمت جمعية أصدقاء اليونسكو ومنظمة زلفا للتنمية والإعلام حلقة نقاش حول مجهودات الأمم المتحدة ومساهمتها في الدفع بإخراج ليبيا من الأزمة، إضافة إلى طرح الاستعدادات للانتخابات وخطة المبعوث الأممي غسان سلامة. وقال رئيس جمعية أصدقاء اليونسكو الطاهر علي إن الحلقة تناولت الدور الأممي في ليبيا منذ عام 1950 والنجاحات التي أسهمت فيها المنظمة. عمل المقارنة بين دور الأمم المتحدة في سنة 1950 والنجاحات التي قامت بها الأمم المتحدة في سبيل الخروج من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة الاستقلال والأزمة الحالية، وأملنا أن تكون مجهودات الأمم المتحدة مثل المجهودات التي عملت في السابق، يعني تؤدي إلى النجاح وإلى خروج البلاد من أزمتها الحالية. قال موقع كوريا تايمز الإخباري إن الحكومة الكورية تعتزم إرسال مبعوثا خاصا إلى ليبيا للمساعدة في إطلاق سراح مواطنيها المختطفين. وأوضح الموقع أن الحكومة سترسل سفيرها السابق لبحث كيفية إطلاق سراح المواطن الكوري مع السلطات الليبية. ونقل موقع كوريا تايمز عن مسؤول كوري قوله إن الهدف من إرسال المبعوث هو التعجيل بالإفراج عن مواطنيها بأسرع وقت ممكن. قال وزير الداخلية في الحكومة المقترحة عبد السلام عاشور إن تأزم الوضع الأمني في الجنوب سببه المجموعات الأجنبية المنتهكة للحدود الليبية مع دول الجوار جنوب ليبيا، جانب مما يتعرض له الجنوب نستعرضه في التقرير التالي. لم يكن المشهد في الجنوب الليبي بمعزل عما يحدث في البلاد بصفة عامة، غير أن مشاكله وأمنه لم تبقى ليبية ليبية، بل قد تكون اليد الليبية ليست هي المتحكمة في المشهد. تصريح وزير الداخلية في الحكومة المقترحة عبد السلام عاشور
بأن الجنوب الليبي أصبح يعاني كثيرا نتيجة انتهاك حدوده من قبل العصابات الأجنبية، حيث جرى استغلال الضعف الأمني من الجماعات المسلحة الإفريقية التي بدورها قدمت البلاد بناء على طلب فرقاء ليبيين، لكنهم اليوم أصبحوا أمرا واقعا في الجنوب الليبي، وأصبحوا يمتلكون جميع أدوات التحكم في لعبة التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات والعمليات العسكرية الخاطفة وجميع ما يزعزع الأمن، ما يهمهم هو المال. تصريحات عاشور سبقتها تصريحات وزير الخارجية محمد سيالة الذي قال فيها إن حركات المعارضة الإفريقية استغلت الظروف الأمنية التي يواجهها الجنوب الليبي وشرعت في بناء معسكرات للتدريب في المنطقة. وتأتي تصريحات عاشور في وقت تشير فيه أنباء إلى أن تنظيم الدولة أصبحت لديه قاعدة في المنطقة وينمي قدراته مستغلاً الفراغ الأمني الموجود فيها، الذي يعتبر العامل الرئيسي الذي يرتب عليه تنظيم الدولة أوراقه، في حين تتخوف العناصر الأمنية من تفاقم نشاط عمليات تهريب البشر في الصحراء الذي أصبح مصدراً يقتات منه تنظيم الدولة. وسبق لميليشيات الكرامة استخدمت المعارضة التشادية والسودانية لدعمها، كما راجت اتهامات متبادلة بين القبائل بالاستعانة بمجموعات مسلحة من دول أخرى لحسم خلاف داخلي. يشتكي المواطن في الجنوب سوء الوضع الأمني وانعدام السيولة وشلل الخدمات للمسؤولين، وعزاؤه أن فرصة الشكوى ما تزال موجودة. ولكن بعد تصريح وزير الداخلية الذي من بين مهامه الرئيسية وضع حد للعصابات الأجنبية، سيكون قولهم لقد أسمعت لو ناديت حيا. توفي أحد الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة أثناء أديته لمناسك الحج، وقالت اللجنة الطبية ببعثة الحج للنبا الأربعاء إن الحاج أبو بكر علي من حجاج القرعة توفي أثناء أديته لطواف القدوم بسكتة قلبية وأصلي عليه داخل الحرم المكي. هذا ونفي مسؤولنا بلجنة الأحوال المدنية ببعثة الحج الأخبار المتداولة بشأن ترحيل السلطات السعودية للحجاج دون منسقين ومشرفين من مطار جدة إلى الأراضي المقدسة. المسؤول بالبعثة أوضح لنبأ الأربعاء أنهم على تواصل مباشر بالحجاج ابتداء من مغادرتهم حتى وصولهم إلى مطار جدة، ولم يتعرضوا إلى أي مضايقات حسب تعبيره. هذا وكانت وسائل إعلام نقلت عن المكلف بمهام مكتب شؤون حجاج ليبيا إيهاب الفرد أن السلطات السعودية رحلت الحجاج الليبيين بدون المنسقين والمشرفين من مطار جدة إلى الأراضي المقدسة. إلى ذلك حملت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين المسؤولية الكاملة للحكومة السعودية عن أي خسائر قد تقع بين الحجاج الليبيين من كبار السن أثناء أديتهم لفريضة الحج بدون مرافقين. الهيئة وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي ذكرت أن إدارة الحج بالسعودية أخلت مسؤوليتها عن هؤلاء الحجاج تركة إياهم بدون أي حل، وأبدت الهيئة استعداد لتغطية كافة مصاريف أي متطوعين محليين أو دوليين يتولون تقديم المساعدة للحجاج الليبيين من كبار السن. النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزارة التعليم بالحكومة المقترحة تتيح لطلبة التعليم الأساسي مراجعة أوراق امتحانهم عبر الإنترنت.
أهلا بكم من جديد. وفي ملف الاقتصاد، قال رئيس لجنة الإصلاحات الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة محمد كلا إن المجلس الرئاسي المقترح يتلكأ في التوقيع على الإصلاحات الاقتصادية. تكلا وفي تصريح لنبا أوضح أن لجنته أعدت مشروع الإصلاحات منذ أكثر من أسبوع، وهي تتضمن رفع منحة أرباب الأسر من 500 دولار إلى 1000 دولار، ورفع الدعم جزئيا عن الوقود مع الحفاظ على سعر الوقود في متناول الجميع، فضلا عن رفع القيود عن الاعتمادات المستندية، ما سيساهم في انخفاض الأسعار حسب تأكيده. وتوقع تكلا أن تتوفر السيولة النقدية في المصارف بعد شهرين من بدء تنفيذ الإصلاحات. في سياق ذي صلة، وصف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة بالقاسية، غير أنها مهمة للحد من الفساد المالي حسب تعبيره. العقاب وفي تغريدة عبر تويتر قال إن هذه الإصلاحات تعد مؤقتة لفك المخترقات الاقتصادية التي تعانيها البلاد ولتحسين المعيشة اليومية للمواطن الليبي. وأضاف أن نتائج مشروع الإصلاحات الاقتصادية خطوة لتحسين وضع البلاد قبل المضي إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس 145 مهاجرا من الجنسية السودانية إلى بلادهم بصورة طوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. رئيس مكتب الأعلام بالجهاز حسني بوعيانة أكد أن المرحلين الذين كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء طريق السكة وعدد من مراكز الإيواء الأخرى جرى ترحيلهم الثلاثاء عبر مطار معتيقة باتجاه مطار الخرطوم الدولي. أكدت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة أن طلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يستطيعون مراجعة أوراق امتحاناتهم من خلال رابط خاص على الإنترنت. وقال وكيل الوزارة عادل جمعة إن إدارة الامتحانات عممت نموذجا للطعن بمكاتب الامتحانات بكافة المؤسسات التعليمية لتعبئته من الطالب في حال لاحظ أن هناك خطأ في الاحتساب والتصحيح حسب البيان. ناقش مغاتير محلة مدينة سبها ونقابة العاملين بالمصارف وبعض نشطاء المجتمع المدني مشكلة توزيع السيولة التي ترد إلى مصارف المنطقة. هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد في صالة اجتماعات المجلس المحلي المهدية بالمدينة الاتفاق على تكليف مندوب من كل محل ليقوم باستلام السكوك وتوزيع السيولة على كافة المواطنين وتجنب الازدحام أمام المصارف. باسم المختارين المحلات الحقيقه ابدوا استعدادهم التام، كانوا مرحبين بالفكره وعلى استعداد تام انهم يشتغلوا ليل نهار لخدمه المواطن وتوصيل السيوله لجميع مواطنينا. منحت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المقترحة الإذن لصندوق موازنة الأسعار لشراء سلع من المصانع المحلية والشركات المحلية المستوردة. وحددت الوزارة في أعلان لها 7 سلع أساسية مستهدفة، حيث اشترطت أن تكون موجودة بالمواني والمنافذ الحكومية التي يتوقع وصولها خلال شهر أغسطس الحالي. وأوضحت الوزارة أن الدفع سيتم من قبل صندوق موازنة الأسعار بناء على اتفاق وقعه مع المورد. قال مدير عام خدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء علي الترهوني إن حملة قطع الوصلات غير القانونية في عين زارة نجحت بشكل جيد وساعدت الشركة في تخفيض ساعات طرح الأحمال.
الحمد لله إن شاء الله إحنا لينا 4 أيام والحملة أتت ثمارها وخذ لحظة السكان منطقة عين زارة وخاصة في طريق المشتر وخاصة في طريق السدرة لاحظوا انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال مع بداية الحملة الآن حوالي 4 أيام أو أكثر. ضبط قسم مكافحة التهريب بمدينة سرمان شحنة أدوية مهربة قادمة من تونس، وأكدت مديرية أمن الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية في التحقيق مع صاحب البضاعة وإحالتها للنيابة الجزئية بسرمان أو الجزائية. طبعا كما لاحظت هذه الشحنة أحد ضبطيات قسم مكافحة تهريب المخدرات، تم ضبطها من قبل أعضاء وحدة التحري واخذت الإجراءات القانونية في التحقيق مع صاحب هذه البضاعة وحالته إلى نيابة سرمان الجزئية، من ثم تم أخذ الإذن بإعدام هذه البضاعة وذلك للإجراءات المتبعة. أما الآن نترككم مع درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن البلاد. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ميليشيات الكرامة تواصل القصف على أحياء وسط البلاد بدرنة وتستهدف الأحياء السكنية بالمدفعية. الإفراج عن جميع المختطفين بين الزنتان والمشاشة عقب اتفاق مصالحة بين الطرفين. وفاة حاج ليبي بالأراضي المقدسة وبعثة الحاجة في ترحيل سعودية للحجيج دون مشرفين. كما تابعتم أيضا وزارة التعليم بالحكومة المقترحة تتيح لطلبة التعليم الأساسي مراجعة أوراق امتحانهم عبر الإنترنت. كما يمكنكم متابعتنا على موقع نبض.تي في وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة والإصغاء ودمتم في أمان الله.